وديع فيعاني صحفي مخضرم رئيس قسم الرياضة ب فرانس 24 وراديو المنتخب الدولي. طبعا تابعت الضجة الكبيرة التي رافقت الجائزة تاع الكرة الذهبية. هل تعتقد أن هذه النتائج كانت منطقية؟ منطقية على أساس كنا ننتظر أن يفوز ليونيل ميسي، يعني منذ أن حاز على اللقب العالمي في قطر نهاية 2022 كان الجميع يعتقد أن هذه الجائزة يجب أن تعود إلى ميسي لأن ميسي هو الأفضل. ولكن المشكلة برأيي هي أن ميسي في النهاية هو ربما الآن ممكن أن نعتبره ربما أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم أو من بين أفضل لاعبي كرة القدم وأفضل لاعب في الفترة التي هو تواجد فيها. إذا اعتبرنا أن الأفضل ميسي، هل يجب أن يفوز ميسي كل مرة على حساب لاعبين ربما تألقوا أكثر منه خلال الموسم المعني بالجائزة؟ الموسم المعني بالجائزة 2022-2023 هو ضم كأس العالم نهاية 2022 في قطر، وبالتالي ميسي توج على أساس فوزه وتألقه في المونديال على أساس أنه هو الذي قاد المنتخب الأرجنتيني إلى لقب، فيما لاعبين آخرين ممكن أن يكونوا قد تألقوا في الموسم مع أنديتهم حازوا على ألقاب أيضا. ميسي هو الذي تقدم عليهم بالرغم من أنه مع فريقه باريس سان جيرمان موسمه لم يكن جيد. هل هذه الجائزة هي الأكثر مصداقية بالنظر للجوائز الأخرى؟ نعم، هي الأكثر مصداقية بالنسبة للجوائز الأخرى لأنها هي الأقدم، متواجدة منذ عام 1956، هي التي أيضا نالها عدد كبير من أفضل اللاعبين في العالم منذ 56 وستانلي ماتيوس إلى ميسي، مرورا بأفضل اللاعبين الذين مروا ككرويف، بيكنباور، بلاتيني، فان باستن وغيرهم. إذا صحيح أن هذه الجائزة مهمة جدا على أساس أنها الأقدم، على أساس أن أيضا من يصوت يأتي من جميع أنحاء العالم ويمثلون إذن كل دول الذين يتابعون كرة القدم. الحضور العربي في الجائزة على مدى التاريخ مهمش، لماذا؟ ربما لأنه لم يكن هناك نجوم عرب كبار على كل حال على الصعيد العالمي قبل الآن. الآن لدينا صحيح محمد صلاح من مصر، لدينا رياض محرز من الجزائر، لدينا ربما أيضا تألق مغربي خلال المونديال الأخير كان، ولكن ربما لم يتميز لاعب مغربي أكثر من غيره في هذا العام. كان من الصعب أن يكون هناك لاعب مغربي في الترتيب على كل حال من بين الأفضل في الترتيب، ولكن صحيح رياض محرز في السنوات الأخيرة، محمد صلاح أيضا كان باستطاعتهم أن يكونوا يحصلوا على جائزة أو على كل حال على مرتبة مميزة في الترتيب السنوي. محمد صلاح لاعب عبقري، كيف ترى مستقبله؟ أتعتقد أنه سيواصل مع ليفربول؟ من الأفضل بالنسبة إليه أن يواصل في الدوري الإنجليزي أو يذهب إلى الدوري السعودي لأنه يقال أن لديه عرض سعودي؟ يعني محمد صلاح الآن تخطى 30 من عمره، مستقبله لم يعد، يعني ربما ما عاشه حتى الآن أهم مما ينتظر أن يعيشه فيما بعد. بالنسبة لليفربول هو أيضا بالنسبة للعقد الذي يربطه بليفربول سينتهي قريبا، ممكن أن يغادر الفريق، كاد أن يغادر الفريق في نهاية الموسم الماضي، بقي مع ليفربول في موسمه الحالي يتألق، موسمه الحالي أفضل من موسمه السابق، وممكن أن أيضا ينضم لما لا إلى البطولة السعودية التي تضم الآن الكثير من اللاعبين المميزين العالميين. هل يمكن القول أن محمد صلاح هو أفضل لاعب عربي احترف في الملاعب الأوروبية خلال آخر 10 سنوات؟ أنا أعتقد ذلك، أعتقد أن محمد صلاح هو الأفضل، وخاصة الأفضل من بين الذين كونوا في بلادهم، أي في دولة عربية في مصر. محمد صلاح لا ننسى بدأ في مصر قبل أن ينتقل إلى أوروبا ويلعب مع بال في سويسرا، يلعب مع تشيلسي، يلعب مع روما، يلعب الآن مع ليفربول، لعب مع فيورنتينا أيضا.
صحيح محمد صلاح تحسن من موسم إلى آخر وإلى أن وصل إلى ليفربول حيث تحت إشراف المدرب يورجن كلوب أيضا تحسن مستواه وبلغ العالمية. يعني محمد صلاح اليوم هو واحد من بين أفضل اللاعبين، وممكن أن نقول منذ 4 أعوام أو 5 أعوام حتى الآن محمد صلاح هو من بين 10 أفضل 10 لاعبين في العالم. أنت تتابع ليفربول وأعتقد أنك من أنصار هذا النادي العريق، ما هي أبرز المواصفات الفنية التي يتميز بها محمد صلاح؟ محمد صلاح يعني الدور الذي أعطاه إياه كلوب على يمين خط هجوم ليفربول مهم جدا، ربما شبيه بعض الشيء بما كان يفعله ليونيل ميسي مع برشلونة. لن نقول صلاح ربما بمستوى ميسي، ولكن صلاح لديه أسلوب قريب بعض الشيء من الأسلوب الذي كان هو أسلوب ميسي عندما كان مع برشلونة. ميسي كان أسرع صحيح من صلاح، صلاح ربما مشكلته أنه بطيء بعض الشيء نسبيا بالنسبة لهذا النوع من اللاعبين، ولكن أيضا له دور مهم جدا في نفس الوقت في التهديف وأيضا في تمرير الكرة الحاسمة. أخيرا، هل يمكن لمحمد صلاح أن يواصل المنافسة لكي يفوز بالكرة الذهبية؟ هذا ممكن، يعني العام أو الموسم الجاري الذي سيحدد على أساسه تحدد على أساسه جائزة الكرة الذهبية بدأ بشكل جيد بالنسبة لمحمد صلاح، يسجل الأهداف، ولكن ليفربول حاليا يعني لا يلعب أو يلعب ربما الأدوار الأولى ولكن لا يلعب الدور الأول حاليا في الدوري الإنجليزي، ولا يشارك أيضا في دوري الأبطال، إذن سيكون من صعب بالنسبة لمحمد صلاح أن يحصل على جائزة عالمية في حين أن فريقه لا يشارك في أفضل البطولات، ومنتخبه المصري أيضا لا توجد، سيكون هناك بطولة إفريقية إذا فاز مثلا المنتخب المصري باللقب الإفريقي في الكوت ديفوار، وإذا سجل محمد صلاح الكثير من الأهداف ممكن أن يكون بين أفضل اللاعبين، ولا أعتقد أنه سيحصل على الجائزة الأولى، ربما سيكون في المرتبة الثالثة أو الرابعة.